أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة على أهمية مواصلة تعزيز القطاع الرياضي في مملكة البحرين وتهيئة وتسخير أفضل الإمكانيات أمام الشباب لتحقيق المزيد من النتائج المميزة في مختلف المحافل الرياضية، منوها سموه بالإنجازات الرياضية الكبيرة التي حققها أبناء البحرين على المستويات الإقليمية والدولية. وأعرب سموه عن اعتزازه بالشباب البحريني الذي أسهم بفاعلية في تأكيد مكانة ورفع اسم مملكة البحرين إقليميا ودوليا في كافة المجالات، منوها بما يحظى به قطاع الشباب والرياضة من اهتمام ورعاية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى حضور سموه بطولة البحرين الدولية لكرة القدم تحت 13 عاما في نسختها الثالثة التي تعقد برعاية سموه بتنظيم من شركة ستيج 33 بالتعاون مع الاتحاد البحريني لكرة القدم على الملاعب الخارجية التابعة للاتحاد، حيث توج سموه فريق سيتي دبي من دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الذي ظفر بالمركز الأول وكأس البطولة، كما قلد سموه فريق الاتحاد البحريني لكرة القدم بالميداليات الفضية لحصده المركز الثاني في المباراة النهائية التي انتهت بفوز فريق سيتي دبي بنتيجة هدف دون مقابل. وأشاد سموه بمستوى التنظيم العالي لهذه البطولة الذي يبرهن على نجاح المملكة في استضافة مثل هذه البطولات، متمنيا سموه للجميع كل التوفيق والنجاح. كما أشاد سموه بما شهدته أجواء البطولة من منافسات قوية بين اللاعبين وروح رياضية عالية والتي شكلت مكانا وبيئة خصبة للكشف عن المواهب الكروية للاعبين الشباب الذين سيكون لهم مستقبل مميز في كرة القدم. يشار إلى أن البطولة تهدف إلى إبراز المواهب الشابة في كرة القدم لتكون البطولة بذلك نواة لاكتشافهم لتمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلا، بالإضافة إلى أن البطولة تسعى لتعزيز السياحة الرياضية في مملكة البحرين.